الطبراني من طريق عبد الله بن وهب عن شريك بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن ابي جعفر الخطمي المدني عن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف ان رجلا كان يختلف الى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجه له، فكان عثمان لا يلتفت اليه ولا ينظر في حاجته، فلقي عثمان بن حنيف فشكى ذلك اليه، فقال له عثمان: ائت الميضه فتوضا ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل: اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه، يا محمد اني اتوجه بك الى ربك عز وجل فيقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك، الى اخر هذه الزياده. طيب الزياده دي جابوها لي صوفيه، قالوا برضو الحديث بتاع الضرير بتاع الاعمى ده بيجوز تقول نفس التوسل الدعاء ده ولو بعد وفاة الرسول. ليه؟ لأنه قالوا الرواية جبناها الثانية دي كانت في عهد عثمان بن عفان لما كان أمير المؤمنين، وعهد عثمان بن عفان بعد وفاة من يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام. عرفتوا شبهاتهم وين؟ نعم. قال الطبراني وشبهاتهم الثانية قالوا إنه الطبراني قال الحديث صحيح، كيف تضعفوا انتم؟ نعم. لم يروه عن روح بن القاسم الا شبيب بن سعيد او سعيد المكي وهو ثقه. ابو سعيد المكي وهو ثقه، وهو الذي يحدث عنه احمد بن شبيب عن ابيه عن يونس بن يزيد الايلي، وقد روى هذا الحديث شعبه عن ابي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد، وهو ثقه تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة، والحديث صحيح. ده كلامه الطبراني. نعم. نشوف الرد. قال الشيخ الألباني رحمه الله: لا شك في صحة الحديث، وإنما البحث الآن في هذه القصة التي تفرد بها شبيب بن سعيد كما قال الطبراني. وخلاصة القول في هذه القصة أنها يعني الألباني قال شنو؟ قال الحديث صحيح، لكن القصة ده موضوع براو لأننا ناقشها. يعني كلمة الطبراني والحديث صحيح ما قاصد القصة دي، قاصد أصل الحديث كلنا متفقين نحن والصوفية أنه صحيح. والأعمى أوج من البيت وقال: يا رسول الله ادعو الله يرد عليه بصري، قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال: بل ادعوه، قال: ائت الميضة وتوضأ، لحد ما انتهى. أما القصة اللي هم جابوها بتاعت أنه الكلام ده كان حصل تاني في عهد عثمان بن عفان، والرجل بيخش على عثمان وهو أمير المؤمنين يقول لي: يا أخي اديني حاجة، يطلب كأنه مال ولا حاجة. عثمان قال: لا يلتفت إليه ولا شغال بيه. دي ما صححها الطبراني، وحيجيك الكلام الحتة اللي فيها شبهة دي ما صححها الطبراني. الطبراني صحح الحديث، عرفناه كيف؟ لأنه الحديث رواه شعبة. فالطبراني قال: قال الطبراني لم يروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد وهو ثقة، وهو الذي يحدث عنه كده، وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي إلى أن قال: والحديث صحيح. يعني الطبراني بيصح حديث منه شعبة، وشعبة ما روى القصة دي، شعبة بس حدوا الحكاو رواه الحديث الصحيح المتفقين نحن والصوفية أنه صحيح، قصة الأعمى. لكن القصة أنه جل عثمان بن عفان وكان أمير المؤمنين وقال له امشي سوي كده عثمان بن حنيف في زمن عثمان بن عفان، دي ما رواها الطبراني، ما صححها الطبراني. الطبراني يقصد حديث شعبه، وشعبه ما روى القصه دي اصلا، روى الحديث بس بتاع الاعمى، الزياده بتاعت القصه دي ما رواها شعبه. نعم. هيجيك الكلام الان. وخلاصه القول واضح يا جماعه الكلام ده؟ نعم. وخلاصه القول في هذه القصه انها ضعيفه منكره بامور ثلاثه. اولا القصه دي ضعيفه منكره لثلاث اسباب. الثلاثة أسباب دي لو ما حفظتهم ما مشكلة، احفظ لي واحد بس. أي سبب واحد بوريك إنه القصة دي شنو؟ ضعيف. نعم. ضعف حفظ المتفرد بها. واحد المتفرد بالقصة دي حفظه ضعيف. وهو من؟ حيجيك. نعم. قال ابن عدي: كان شبيب لعله ابن عدي ده صاحب الكامل من علماء الحديث. علماء الجرح والتعديل، عنده كتاب الكامل. نعم.
كان شبيب لعله يغلط ويهم إذا كان من حفظه، وأرجو أن لا يتعمد، فإذا حدث عنه. طيب الحفظ ضعيف، من هو؟ شبيب ابن سعيد الحبطي المكي. شبيب ابن سعيد الحبطي المكي هو تفرد بالقصة دي، وهو حفظ شنو يا جماعة؟ ضعيف، وتفرد بها براو، يبقى القصة مالها ضعيفة. والقال انه شبيب بن سعيد الحبطي المكي ده حفظه ضعيف، القال منه ابن عدي، كتابه اسمه شنو؟ الكامل. موضوع انت يبقى كده شو انت. نعم. فاذا حدث عنه ابن احمد باحاديث يونس فكانه يونس اخر، يعني يجوّد. نعم. وهذا الكلام يفيد ان شبيبا هذا لا باس يعني شبيب ده اذا حدث من حفظه براو بيهم ويغلط، أما إذا حدث قال عنه ابنه أحمد اللي هو أحمد ابن شبيب ابن سعيد الحبطي المكي، إذا حدث عن أبوه هنا بيكون رواية شنو؟ صحيحة. أما إذا حدث عن غير ابنه من حفظه أو حيدينا قدام أو من رواية عبد الله بن وهب عنه، برضه روايته ضعيفة ما صحيحة. حيدينا كلام الحافظ بن حجر، وهنا ما حدث عنه ابن أحمد، إنما حدث من حفظه عن عبد الله ابن وهب، يبقى الرواية دي بالذات ضعيفة. نعم. هذا الكلام يفيد أن كلام ده يا جماعة زولو بيكرره كثير، بيقراه تاني بيدي قراية، بيبقى له سهل زي شرب الماي. تاني أي صوفي يقدر ينشر الشرك ويجوز دعاء غير الله لأنه كذا، لا لا لا. بإسناده تقول له شبيب ابن سعيد الحبطي المكي، وده جرح ابن عدي صاحب الكامل، ولو كان حدث عنه ابن أحمد ابن شبيب ابن سعيد الحبطي المكي كان تكون روايته صحيحة، لكن ده جاء من رواية عبد الله ابن وهب عن شبيب ابن سعيد الحبطي المكي، يبقى ضعيف. سلام عليك. لازم تحفظوا الكلام ده، والله ما تحاربوا الشرك إلا كده بالعلم يا جماعة، عشان ما تضيع زمنك. الأنبياء دل تعبوا لحد ما نشروا التوحيد ده، فإنت لو ما تعبت دائرة باردة ما بتنشر لك دين ولا بتنشر لك توحيد ولا ربنا بيرفعك، بقدر النصب والتعب والجد والاجتهاد بقدر ما تكون الرفعة يا جماعة والثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وبعدين نحفظ كلام فارغ كثير، كلام فارغ كثير ما عنده أي معنى، بل يضر ذاته ولا ينفع، سياسة وغالة فلان وكلام كثير ذات ناشرينه جماعة في الفيسبوك، وللأسف سلفيين كمان مش حزبيين، سياسة حاكم الفلاني يسويه والملك الفلاني ما ممكن يا أخوان، ده هو الدين، العقيدة دي هو الدين. أنا ما بعرف لي أساس للدين ده غير العقيدة والتوحيد، وعشان تكون أنت من حماة العقيدة ما بتحميها بسلاح وكلاش، تحميها بالعلم يا جماعة قبل أي سلاح تاني. هذا الكلام يفيد أن شبيبا هذا لا بأس بحديثه بشرطين اثنين. واحد، أنا طريقتي يا جماعة بلخص الكلام أول شيء، بعد ذلك بخلي أخونا معتز يقراه، اللي قراه ده أنا لخصته له. نعم. واحد، أن يكون من رواية ابنه أحمد عنه. اثنان، أن يكون من رواية شبيب عن يونس، والسبب في ذلك أنه كان عنده كتب يونس ابن يزيد كما قال ابن أبي حاتم عن أبيه، فهو إذا حدث من كتبه هذه أجاد، وإذا حدث من حفظه وهم كما قال ابن عدي. واضح. وأيضا قال عنه الحافظ ابن حجر شبيب بن سعيد التميمي الحبطي لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب. نعم، ابن وهب ده عبد الله ابن وهب. نعم. ثانيا، الاختلاف على أحمد فيها، فقد أخرج الحديث ابن السني في عمل اليوم والليلة والحاكم من شوف الزيادة فوق في صفحة 15 أول خطوة صفحة 15 قال الزيادة الثانية أخرج الطبراني من طريق من؟ من طريق من يا جماعة فوق السطر الأول صفحة 15 أبو همام قال أخرج الطبراني من طريق منه؟ ده عبد الله بن وهب. قالوا هنا ابن حجر.
قال شبيب ده حديثه بيكون صحيح. قال شنو؟ اقرا كلام ابن حجر. قال شبيب بن سعيد التميم الحبطي لا باس بحديثه، يعني حديثه بيكون صحيح 200 من روايه ابن احمد عنه لا من روايه ابن وهب. يلا ارجع صفحه 15 السطر الاول، من روايه ابن احمد ولا من روايه عبد الله بن وهب؟ اذا الحديث ده ماله؟ ضعيف. قال الكلام ده منو؟ ابن حجر. ده صوفي ذاته ما يقدر يفرفر معاك، لانه يقول له ابن حجر قال شبيب ده بالذات، شبيب بن سعيد التميمي الحبطي المكي ده، اذا جاب حديث من روايه ابنه ولده احمد ده بيكون صحيح، واذا حدث من حفظه بيكون ضعيف، واذا روى عن عبد الله بن وهب برضه بيكون شنو؟ ضعيف. وقصتك دي يا صوفي جبتها دي من روايه منو؟ عبد الله بن وهب، ضعيفه كما قال الحافظ ابن حجر انه اذا جاءت من روايه عبد الله بن وهب ما له ضعيف. موضوع انت. ثانيا الاختلاف على احمد فيها وقد اخذ ده سبب ثاني لتضعيف شنو؟ الحديث. الاول ذاك لو ما عرفته السبب الثاني ده بكفيك، الثاني لو ما عرفته الثالث بكفيك. نعم. فقد اخرج الحديث المسني في عمل اليوم والليله والحديث. فقد اخرج الحديث ابن السني في عمل اليوم والليله والحاكم من ثلاثه. ابن السني عنده كتاب اسمه عمل اليوم والليله، والكتاب ده بيتكلم عن الاذكار، اذكار الصباح والمساء وكذا ودخول الحمام والاذكار. واصحاب كتب الاذكار بالذات ابن السني وغيره من الكتب وكتب الاذكار بيورد كل ما وجدوا، يعني شرطهم ما الصحة، لكن عشان يبرئوا نفسهم أمام الله بعدين بيجيب لك الحديث بالإسناد، بعد العالم يشوف إنه حديثه صحيح ولا شنو ولا ضعيف. عشان كده الصوفية لما نجيبوا الشركيات والحديث اللي فيها استغاثة بغير الله وزي حديث عباد الله احبسوا واغيسوني وكده بيمشوا للكتب دي، والاذكار برضه للنووي برضه، وعمل اليوم والليله لابن وغيره ابن السني وغيره من الكتب. ابن تيميه في قاعده جليله جاب الكلام ده ذاته، قال ديل ما اشترطوا الصحه، قال بل كانوا يريدون كل ما يجدونه في الباب، بس بيجيبوا كله. الصبيه عارفين المعلومه دي بس ما يشوف الكتب دي بس. لا ما يشوف صحيح البخاري ده صحيح مسلم بس دي. فجابوا حديث غيسوني وعينوني وكده هنا. جابوها من هنا. فابن تيمية رحمه الله من غزارة علمه قال ليك الكتب أصلا ما يعتمد عليها، كتب بتاعت رغاية فيها الصح وفيها الغلط وفيها الباطل والموضوع والمكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام وفيها الصحيح. والحاكم من ثلاث طرق، لكن رغم ده ابن السني والحاكم روى الحديث بتاع الأعمى ده من ثلاثة طرق خلاص، لكن ما جابوا القصه دي. والطرق جات من عن احمد بن شبيب، يعني طرق مالها؟ صحيحه ولا ضعيفه؟ طيب اذا كان من طرق عبد الله بن واب عن شبيب بن سعيد التميم الحبط المكي بتكون شنو؟ ضعيف. فقال لك جات من طرق صحيحه ثلاثه طرق، ابن السني والحاكم وغيره بدون القصه دي، مما يدل انه الراوي بتاع القصه دي تفرد بها براوي. نعم. من ثلاث طرق عن احمد بن شبيب بدون القصه. ثالثا مخالفته للثقات الذين لم يذكروها في الحديث، لان الحديث رواه ايضا عون ابن عماره البصري، ابن عماره البصري 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 ثنا روح ثنا اختصار لحدثنا، ثنا اختصار لشنو؟ حدثنا. في كتب الحديث تلقاه احيانا حدثنا واحيانا شنو؟ ثنا زيدي، فالثنى يعني حدثنا. ايوه. روح بن القاسم به اخرجه الحاكم، وعون هذا وان كان ضعيفا فروايته اولى من روايه شبيب بموافقتها لروايه شعبه وحماد بن سلمه عن ابي جعفر الخطمي. طيب السبب الثالث لتضعيف القصه دي شنو؟ انه خالفت الثقات عبد الله اللي هو شبيب بن سعيد المكي، خالف الثقات الذين لم يذكروها في الحديث، لأنه قال الحديث رواه أيضا غير شبيب بن سعيد المكي، رواه أيضا عون ابن عمارة البصري عن روح، حدثنا الروح بن القاسم. وعون ابن عمارة ده هو ضعيف عند المحدثين، لكن رغم أنه ضعيف
روايته أولى من رواية من يا جماعة؟ شبيب. ليه سبب؟ ليه؟ لأنه وافق رواية شعبة، وشعبة أجل من روى هذا الحديث قبيل حديث الأعمى، ووافق رواية حماد بن سلمة برضو عن أبي جعفر الخطمي. فخالف يا جماعة شبيب بن سعيد، خالف الثقات الذين رووا هذه القصة. نعم. ملاحظة وهي أن الطبراني إنما صحح الحديث فقط. من الكلام القبيل طبراني قال والحديث شنو؟ صحيح. أنا سمعت عن محمد المنتصر الليزيري جاب الشبهة دي، القصة الضعيفة دي، وقال وقد صححها الطبراني. كذاب. الطبراني صحح شنو؟ حديث الأعمى، اللي هو نحن زادنا متفقين إنه شنو؟ إنه صحيح. أما القصة الزيادة دي إنه جاء في عهد عثمان وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان بن حنيف لقى الرجل اللي كان يمشي لعثمان بن عفان وقال ما شغال به، ودي ذاته كيف ما عارف، وقال جاء قال لي يا أخي أنا بقول لك هذه الميضة وتوضى وصلي وقول أسألك يا نائب نبي الرحمة وأتوجه إليك يا محمد إني توجهت بك إلى ربي، قال حيت وقضت. شفت كيف؟ فالطبراني ما صحح القصة دي، صحح الحديث وصحيح، أما القصة دي ما صحح. وهي أن الطبراني إنما صحح الحديث فقط دون القصة. ليه؟ لأنه الطبراني قال فقد روى الحديث شعبة كذا كذا، والحديث شنو؟ صحيح. فالطبراني قاصد حديث شعبة، وشعبة ما روى القصة الزيادة، إنما روى حديث الأعمى بس، حديث المعروف عنده الصحيح. نعم. فقد روى الحديث شعبة والحديث صحيح، فهذا نص على أنه أراد حديث شعبة، وشعبة لم يروي هذه القصة. نعم. فلم يصححها إذن الطبراني، فلا حاجة لهم في حجة. فلا حجة لهم في كلامه. قال شيخ الإسلام رحمه الله فهذه الزيادة فيها عدة علل، انفرد هذا بها عمن هو أكبر وأحفظ منه، وإعراض أهل السنة عنها واضطراب لفظها، وأن راويها عرف له عن روح هذا أحاديث منكرة، ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة فلا حجة فيها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له ولا شافعا فيه، فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته كما كان يشرع في حياته، بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به، فلما مات لم يتوسلوا به. نعم، والله ده استدلال قوي جدا. لو كان الزيادة دي عند الصحابة وصحيحة وفعلا حصل في زمن عثمان كده، ليه عند في عهد عمر لما حصلت القحط والمجاعة وكده ليه ترك التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وما قال الدعاء ده، وإنما جاب الرجل الصالح الحي العباس بن عبد المطلب وقال له قم فادعو؟ ليه أعرض عن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما مات؟ لأنه ما بجوز. فلو كان الزيادة ده صحيحة كان الصحابة ماله كان طبقوا، لأنه التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته إذا كان جائزا التوسل أولى وأعظم وأقرب للإجابة من التوسل بمن يا جماعة؟ بالعباس أو غيره من الصحابة. بل قال عمر في دعائه الصحيح. أيوة، بل عمر قال اللهم كنا، ليه جاب المقدمة دي؟ كنا نتوسل بالنبي فتسقينا. ليه؟ لأنه الآن انتهى التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم، لأنه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان بدعاء النبي، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم تعذر التوسل به لأن التوسل كان بدعائه، ويستحيل أن يدعو لهم بعد مماته. بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهور لما اشتد بهم الجذب، حتى الجذب يعني المجاعة والقحط وكذا، يعني عدم نزول المطر. نعم. حتى حلف عمر لا يأكل سمنا حتى يخصب الناس، ثم لما يخصب حتى يخصب الناس حتى يخصب الناس
ثم لما استسقى بالناس قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة ولم ينكره عليه. ما في واحد من الصحابة قال لي ليه تركت التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جائز؟ لأنه كلهم يعلم إنه التوسل كان بتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم تعذر بوفاته النبي صلى الله عليه وسلم. تعذر ليه؟ لأنه كان توسل بشنو؟ بدعاء الرسول، والرسول بعد ما مات ثاني ما يقدر يدعو له. فأقروا كلهم، وده والله من أقوى الأدلة لو كانوا الناس زي دارين الحق. نعم. ولم ينكره عليه أحد مع شهرته، وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية، ودعا بمثله معاوية بن أبي سفيان في خلافته لما استسقى بالناس. فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم في حياته لقالوا: كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما، ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند الله. فلما لم يقل ذلك أحد منهم، وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته، وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره، علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته. وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فإنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بذاته، وقال له في الدعاء: قل اللهم شفعه في. وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيرهم أن يتوسل بذاته لا بشفاعته، ولم يأمر بالدعاء المشروع بل ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته، قال لو فرضنا ذاته إنه بعض الصحابة يعني أمر غيره أن يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بدعة صح؟ قال لو فرضنا الكلام ده ولقينا عمر بن الخطاب وكل الصحابة تركوا التوسل البدعي، التوسل بالميت وبجاهه وبذاته، وتوسلوا بدعاء الرجل الصالح الحي، الحجة مع منه؟ مع عمر ومنه يا جماعة؟ والصحابة، لأنه معهم الدليل. نعم. كان ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المخالف لعمر محجوجا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليه لا له والله أعلم. كلام متين. عشان كده يا جماعة شوف الأعرابي لو تذكروا الحديث مرة معانا، لما النبي عليه الصلاة والسلام بيخطب يوم الجمعة في المنبر والمطر ما نزلت، العربي داخل من باب نحو دار القضاء وقال: يا رسول الله هلكت الأموال وكذا وكذا وكذا، فادعوا الله أن يغيثنا. يبقى الأعرابي يتوسل بشنو؟ بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. اثنين، الأعمى كان عميان جاء من بيته وتعب وقال: يا رسول الله ادعوا الله لي أن يرد علي بصري، ده توسل بشنو؟ بدعاء الرجل الصالح الحي وهو أصلح الصالحين النبي عليه الصلاة والسلام. ثلاثة، عمر بن الخطاب لما المطر ما نزلت جاب العباس وقال كلامه وقال: قم يا العباس فادعوا، العباس دعا ربنا، هنا عمر توسل بشنو؟ بدعاء الرجل الصالح شنو؟ الحي. إذن عمر ما فعلوا معه السنة يا جماعة. لو فرضنا صحابي خالف يبقى ذاك محجوج بما فعله عمر وعامة الصحابة، لأن عمر وعامة الصحابة معهم شنو؟ السنة. فهمت يا جماعة؟ ده معنى كلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وكذلك فإن في هذه القصة، القصة دي فيها ملاحظة مهمة، إنه القصة بتقول إنه عثمان بن عفان أمير المؤمنين الرجل الذي استحي منه الملائكة وأرحم الأمة بالأمة في زمنه، يجي رجل يطلب منه حاجة مال أو طعام، قال عثمان لا يلتفت إلى حاجتي،
ولحد ما الرجل زهق ولاقى عثمان بن حنيف راوي حديث الأعمى، قال له تعال أنا بعلمك حاجة، قال له توضى وقول كده وقول كده وقول كده، لأنه عثمان ما اشتغل به، عثمان بن عفان. كلام ده ممكن؟ دي الملاحظة. نعم، ملاحظة مهمة ذكرتها هذه القصة، وهي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان لا ينظر في حاجة ذلك الرجل ولا يلتفت إليه، وبالطبع هذا لا يتفق مع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تستحيي من عثمان، ومع ما عرف به رضي الله عنه من رفقه بالرعية وبره بهم ولينه معهم وخوفه من الله، وهذا كله يجعلنا نستبعد وقوع ذلك منه رضي الله عنه. يعني ما أوريك إنه القصة دي مالها؟ قصة ضعيفة وملفقة ساكت. فيها طعن في عثمان بن عفان. نعم. الصبية ما عندهم يطعنوا في صحابة، يطعنوا في عثمان بن عفان، يطعنوا في ربنا، في النهاية بزارين الشريك ده بيحبوا حب شديد خلف. والله يا جماعة. عشان كده بعضهم قالوا يعني قالوا ليه ربنا ما بيغفر للمشرك؟ لأنه الشريك ده ما فيه شهوة. لكن الزاني شارب البنجو والخمرة ممكن ربنا يغفر له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنه في شهوة دفعته. لكن الأشرك ده مش عشان له تراب وخلى الشاي وخلى الجبن اللي فيها سكر وجنزبيل وخلى عصير البرتقال ومشى شرب تراب الشيخ، الشهوة هنا ده ما دول معفن بس؟ ها إن شاء الله يا قارئ عليك الله، ده ما دول مجرم بس؟